مخاوف أممية ودولية من تعثر مساعي السلام في اليمن بعد استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بصاروخ كروز. نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إن الحادث يشكل خطراً على الأمن الإقليمي، مشدداً على ضرورة تهدئة الموقف من جميع الأطراف وبذل المزيد من الجهود لتفعيل العملية السياسية. نائبة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلجا شميد قالت إن الهجوم استفزاز غير مقبول. الهجوم الصاروخي الأول من نوعه الذي استخدمت فيه الميليشيا صاروخ كروز أذكى الصراع في اليمن، وفيما الحوثيون وصفوا الهجوم بالمشروع توعد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بالرد، وبعد ساعات كانت مقاتلة التحالف تقصف مواقع في صنعاء. بحسب مصادر محلية فإن الغارات استهدفت معسكرات في منطقة الصباحة والصيانة ومواقع في بني حشيش دون أن تتوفر التفاصيل عما أسفرت عنه الهجمات الجوية. الأحداث الأخيرة بحسب مراقبين قد تدفع بالصراع إلى نطاق واسع في وقت بدت الأمم المتحدة عاجزة عن المضي قدما في طريق السلام، فاتفاق السويد حول الحديدة والتبادل الأسرى ورفع الحصار عن تعز ما يزال حبرا على ورق.